من احمد سيد غريب، وكره بتتلعب، محمود سيد يسدد ولكن ترد المره دي من القائم، محاوله جوه المنطقه وركله جزاء لمصلحه البنك الاهلي. فرصه بروحين ينجح ان هو كوره محمود سيد يا ولد، استلم ودار وسدد، ردت من القائم الايمن، رجعت مره ثانيه، لكن هنا كريم فؤاد مع اسامه فيصل وركله جزاء. ركلة جزاء لمصلحة البنك الأهلي. أسامة فيصل قلت لكم ما شاء الله يعني بيتحرك مع كل كورة وبيروح مع كل كورة، وهنا التسديدة من محمود سيد اللي ردت من القائم الأيمن ورجعت الكورة عند أسامة فيصل اللي حاول ياخدها، لكن محمد هلال وحمزة، هلال وحمزة، هلال وحمزة وهلال. يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا هلال، يثبت حمزة علاء ويسجل هدف التعادل لمصلحة البنك الأهلي. شوف الكرة هنا أسامة فيصل، قلت لك يعني كنت بقول لك عزيزي المشاهد إن هو أكتر لاعب يعني بيجتهد على الكرة، وشوف بقى محمد هلال يا ولد يعني ثبت حمزة علاء مكانه وحطها على يسار